راني تفكر تطبع كم صورة رحلتها بتركيا وتعلقهم بالبيت. المشكلة أنه هواية محتار أي صورة تختار من الميتين صورة اللي ماخذتهم. زياد اقترح أنه تطبعهم كلهم، أكيد طبعا كان يشاقه. لما طلبنا من نيلة يساعدنا باختيار الصور قالت ما راح نطبع أي شيء، أنا عندي حل أسهل. شرحت لنا ليلى عن جهاز تخليه بالكهرباء ويشتغل على الباتريات وتخلي بيه كل الصور على فلاش درايف ويصير يعرضها بشكل متتابع وبمؤثرات حلوة هواية. هنا انحلت المشكلة. شنو الجهاز اللي اقترحته ليلى؟